خليني اقول ابدا مع فاطمه. فاطمه انت احد مؤسسي منصه او العلامه التجاريه خزنه، وفاطمه قعدت تشرح لي خزنه كده في حبه حلوين قبل ما نبدا الهوا عشان افهم بنعمل ايه. لكن فكره الحلول الماليه الغير التقليديه اعتقد مش كلنا بنعرف نتعامل معاها بسرعه او نفهمها بسرعه. احكي لنا عن خزنه، فكره الابلكيشن وحققتوا ايه من نجاحات من 2019 لحد النهارده. اكيد. اول حاجه شكرا على استضافتكم. احنا منصه بتقدم خدمات ماليه بنستهدف الشريحه العريضه من متوسطي ومحدودي الدخل في مصر، اللي هم بيعملوا معاملات ماليه كتير بصوره غير رسميه. فاحنا بنقدم لهم خدمات ماليه توافق احتياجاتهم، اهمها في صوره ان هو بنتعامل مع شركته وبيقدر يقبض جزء من مرتبه بدري في اي وقت في خلال الشهر. فلو حد اتزنق في مصاريف مدارس الفتره اللي احنا فيها، مصاريف دروس، حد لا قدر الله محتاج يدخل مستشفى، محتاج ادويه، المصاريف الطارئه اللي بتطلع لاي حد في خلال الشهر ومرتبه لسه هينزل في اخر الشهر، فممكن ما يبقاش معاه الفلوس ان هو يسدها. فاحنا من خلال الشراكه دي بنقدر نديله جزء من مرتبه بدري. يعني دي خزنة سلف كده، يعني خلينا نقول محفظة لأنه يقدر يستلف منها تحت حساب ما سيأتي بالضبط اللي جاي من مرتبه. فيقدر ان هو ياخد الفلوس دي او المبلغ ده في اشكال متعدده، ممكن ان هو يطلبها في خدمه اسمها اقبض بدري، هتنزل له على حساب المرتب بتاعه. فلو هو عنده الاحتياجات دي ان هو يدفع بكارت، يدفع يسحب من مكنه ويدفع كاش على حسب احتياجه. بس طبعا بنحاول ان احنا ندخل اكتر في الحته بتاعه ان هو الشمول المالي، الشمول المالي والمدفوعات الالكترونيه. فاحنا عندنا برضو من على التطبيق يقدر ان هو يدفع الفواتير بتاعته، سواء كهرباء، ميه، غاز، يشحن رصيد التليفون، هي الانترنت. بالذات الكهرباء دي، لانه لما حد يقطع عليك كهرباء انا بشوفها بصراحه حاجه مزعجه جدا. عايزين نبقى نعمل حلقه على الموضوع ده. لكن يقدر لو هو مزنوق دلوقتي، لو هو دلوقتي محتاج يدفع الكهرباء دلوقتي حالا، يعملها من على التطبيق في اي وقت في اليوم بتتسمع في ساعتها. اوكي. فكل الحاجات دي بحيث ان احنا نقلل استخدام الكاش برضو بطريقه مناسبه للعميل، ويقدر ان هو يروح برضو في مع التجار اللي احنا متعاقدين معاهم في كل محافظات الجمهوريه، ان هو وهو طالع بدل برضو ما يطلع الكاش من جيبه ان هو يقول له انا عايز ادفع بخزنه. فبالحاله دي بنقلل الاستخدام بتاع الكاش على قد ما نقدر، بس بصوره تناسب احتياجات العميل. وكانه تطبيق فك زنقه، اذا صح التعبير. بالظبط، هو ده اللي العملاء بتوعنا بيقولوا لنا بالظبط. انتوا فكتوا لي زنقه. طبعا، لانه بالمناسبه الزنقات دي بتحصل كتير عند فئات متعدده من الناس، وبيسدوها يمكن بطرق احنا حتى ما بنرضاهاش، ما تعجبناش، اما استلف من حد وبعدين ياخد مني ارجع له بفلوس اكتر، والتفاصيل الكتير القاسيه اللي بتحصل دي. بالظبط.